بسم الله الرحمن الرحيم. انا الطالبه امال محمد، ده الفرقه الثالثه بكليه دار العلوم جامعه الفيوم، مرشحه السنه دي للجنه الفنيه. حابه اتكلم عن الانتخابات السنه دي، ان هي غير كل سنه، المنافسه جديده ومنافسه كويسه بين الطلاب، وفي حماس شديد من طلاب سنه اولى ان هم يقدموا وان هم يجوا يشوفوا النشاط ويشاركوا مع الاتحاد ومع عشيرة جوال الدار علوم. كله بيتنافس مع بعض بطريقة كويسة. بس حابة أقول للطلاب الجدد إن اللي هيدخل الاتحاد لازم يبقى عارف المكان اللي هو داخلها، لازم يكون قد المسؤولية اللي هيتحط فيها. ودار رعاية الشباب، رعاية الشباب بتشارك معانا بشكل جميل جدا، هم الداعمين لينا نفسيا ومعنويا وكل حاجة. منظمين السنة دي التنظيم كويس جدا، تنظيم كشكل وككل حاجة، وحابة أشكرهم جدا على مجهودهم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالب مصطفى سلامة السيد محمد، طالب بكلية دار علوم، مرشح السنة دي اتحاد طلاب لجنة الأسر. حبيت أتكلم عن الانتخابات بشكل عام. الانتخابات السنة دي ماشية بشكل كويس، الأقبال عليها كويس، الناس بدأنا السنة دي نشوف إن في ناس فاهمة يعني إيه اتحاد طلاب، يعني إيه إقبال على اتحاد طلاب، يعني إيه أختار الناس اللي أنا عايزهم. السنة دي التنظيم جميل جدا، رعاية الشباب قايمة بدور كويس، إنها منظمة الانتخابات بشكل كويس، كل حاجة في مكانها، شكل منظم بشكل كويس بيليق بكلية دار علوم وإدارة رعاية الشباب. بس ده اللي حبيت أتكلم عنه النهاردة. كلية دار العلوم فرقة تالتة. أنا السنة دي شاركت في الانتخابات اتحاد الطلاب، وشاركت قبل كده السنتين اللي فاتوا، والسنة دي مختلفة في حتة التنافس، في تنافس كبير جدا بين الطلبة لأنهم فاهمين إيه الاتحاد داخلين، فاهمين كل لجنة بتتكلم عن إيه، وده كان بمشاركة رعاية الشباب في الموضوع ده. كان عندهم جهد كبير قوي ان هم يوصلوا الانشطه بشكل كويس خلال اول الدراسه، والتنظيم والرعايه وكل حاجه كان ماشيه بشكل منتظم وبشكل كويس جدا، وفي كان في اقبال كتير في المشاركه. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الطالبة خلود مختار محمود من الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم، مترشحة السنة دي لانتخابات اللجنة العلمية. حابة أتكلم عن الانتخابات بشكل عام. الانتخابات ماشية كويسة جدا، في روح تعاون بين الطلبة وبين أسر الطلاب من أجل مصر، قايمين بتنظيم رائع جدا، في روح تنافس فظيع بين الطلاب وبين المترشحين مع بعضهم، التنظيم قايم بدور كويس جدا، رعاية الشباب متعاونة جدا مع الطلاب.